وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور وليد المانع، وكيل وزارة الصحة. دكتور وليد، مساء الخير. الله يمسيكم بالخير، إن شاء الله يوم سعيد يا ربي. إذن دكتور، صفحة خاصة لوزارة الصحة على الموقع الإلكتروني تتضمن تحديثات بصورة دورية ومستمرة حول كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لو تطلعنا أكثر حول هذا الموضوع. نعم طبعا، الآن في 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 وقتنا الراهن أهم شيء عامة المعلومات، ولعل يعني من أهم الأمور الوقائية والاحترازية لمكافحة الأمراض الوبائية هي المعلومة الصحيحة، وأن تكون من مصدر كذلك صحيح. ولا ما شاء الله يعني تنوع هذه الأخبار تأتي من كل مكان، يعني عندنا السوشيال ميديا وعندنا الويب سايت وعندنا يعني كثير من الصحف. فحرصنا في وزارة الصحة أن تكون في صفحة، هذه الصفحة تكون شاملة على الأقل، فيه المعلومات الرئيسية مثل ما ذكرتوا في تقريركم سلمك الله، بأن هذه المعلومات تطلع المواطن بشكل شفاف عن جميع الأرقام اللي نحن نتكلم عنها، الأرقام الفحص، الحالات السلبية، الحالات اللي هي القائمة. وحرصنا تكون كذلك بجميع يعني بأربع لغات، يعني اللغة الإنجليزية والعربية والأوردو والهندية، على أساس أنها هي موجهة للمواطنين والمقيمين في هذه الأرض. نعم. مثل هذه المعلومات كذلك مهمة، حطينا جزء منها للشائعات. بشكل يومي تخرج معلومات غير صحيحة، قد تكون بالعكس يعني تؤثر على المواطنين وعلى المقيمين بمعلومات خاطئة. فإحنا نحرص كل الحرص بشكل يومي يكون في تجديد لهذه المعلومات بالنسبة للشائعات، علشان ما تأخذ حيز أكبر منها. الحمد لله بالعمين الآن يعني عيش في أيام أكثر طمأنينة، أكثر الحمد لله بعلم استقرار الحالات، الحمد لله بعلم فينا يعني تصرف جدا عامة سليم، وإجراءات جدا ما شاء الله يعني ممتازة بشهادة الجميع حتى الجهات العالمية. نعم. فنبغي تكون هذه كذلك متواصلة من دون تدخل معلومات غير صحيحة فيها. بكل تأكيد. دكتور وليد، لو تطلعنا عن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال الوحدات المتنقلة للفحص والتي جمعت حتى يوم أمس 1200 عينة. الوحدات المتنقلة هذه كذلك من ما يميز عامة مملكة البحرين، والحقيقة كانت فيها إشارة حتى فيها من منظمة الصحة العالمية، بحيث أن احنا يعني نروح للمواطن لمكانه عامة، بحيث أن نقدم لهذه الخدمة. الآن لليوم ما شاء الله خلينا نقول آخر تحديث 1200، والأعداد متواصلة في الارتفاع الحمد لله، الاستجابة أكثر. اليوم أنا وأنا أكلمك في سيارات الآن تتجه كذلك المواطنين بحسب الحمد لله رب العالمين يعني امتثالهم واتصالهم وتواصلهم، وهذه استجابة كبيرة بالنسبة للمواطنين. نصل إلى إن شاء الله العدد عامة اللي اتصلوا جميعا 1200، فحصنا منهم 600 تقريبا يعني فحص، وطلعت كلها الحمد لله يعني سليمة، وهذا بعد كذلك الحمد لله يعني يبعث على الطمأنينة. وما زلنا نفحص الحال يعني الأشياء اللي هي تحتاج فحص مختبري في الأيام إن شاء الله القادمة. أنا تحية جلال وكبار لجميع من تعاون معنا، وتحية إجلال وكبار لكوادرنا الصحية، وكذلك تحية إجلال وكبار لوزارة الداخلية على حرصها الدائم معانا في كل طلعة لهذه الوحدات. نعم دكتور وليد، الشكر موصول لجميع الجهات القائمة والمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. دكتور وليد المانع، وكيل وزارة الصحة، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.